الخير عليك يا جاكلين، وكل سنة وانت طيبة. كل سنة وانت طيبة يا أمل، وكل المصريين بألف خير وصحة وسلام يا رب، وشكرا جزيلا، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في آخر أهم الأخبار الرياضية. حقق فريق أستون فيلا فوزا كبيرا على نظيره نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس ضمن منافسة الجولة 31 من مسابقة الدوري الإنجليزي. بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق أستون فيلا للنقطة 50 محتلا المركز السادس، فيما يتجمد نيوكاسل يونايتد عند المركز الثالث بترتيب الدوري برصيد 56 نقطة. حقق ريال مدريد فوزا مهما على نظيره قادش بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس ضمن منافسة الجولة 29 من الدوري الإسباني. بهذه النتيجة يأتي ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيده 62 نقطة بفارق 10 نقاط عن غريبه التقليدي برشلونة صاحب الصدارة، فيما يأتي قادش في المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة. نجح فريق البنك الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس ضمن منافسة الجولة 26 من بطولة الدوري الممتاز. بهذا الفوز يرفع البنك الأهلي رصيده إلى 20 نقطة محتلا المركز 16 بجدول الدوري، بينما يتراجع طلائع الجيش إلى المركز 17. تأهل الثنائي المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الخامس عالميا لرجال الإسكواش، ونور الشربيني لاعبة سبورتينج والمصنفة الثالثة للسيدات إلى الدور النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة والتي تستضيفها مدينة برمنغهام الإنجليزية خلال الفترة بين 9 إلى 16 من إبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180,000 دولار للرجال ومثلها للسيدات. وكانت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا للسيدات الإسكواش قد فازت على النيوزيلندية جويل كينغ في مباراة الدور نصف النهائي بنتيجة 3 أشواط مقابل لا شيء، وبذلك تضمن مصر لقب السيدات. Game to Sherbini. Sherbini leads 2-1. مشاهدينا ختام هذه النافذة الرياضية، أشكركم على طيب المتابعة.